السلام عليكم. سلام. شو تقول لهم قبل شوي؟ سلام. شو تقول لهم قبل شوي على الدخلة؟ على إيش؟ والداخل شو تقول الشباب؟ تبينين هنا ترى. ما أدري شو يقولون. قلت كذا عشرت. كل ما عندي شيء أقوله. كل ما خبرت شيء. إيه. طيب. شوف يا عبد العزيز. سلام. أنت عارف وأنا عارف. بس أنا ودي أسمعها منك ولا أقولها لك أنت. لأني إذا سمعتها منك يا عبد العزيز يكون لي تعامل معك مختلف عن لما أنا أقولها لك إنك أنت سويت كذا وكذا. أبشر. فنصيحة لوجه الله، قل لي وش اللي حصل من الألف للياء. أي موضوع؟ أنت أدري يا عبد العزيز وش الموضوع اللي أنا فيه؟ موضوع يخص الشباب ولا موضوعي أنا؟ إيش؟ موضوع الشباب ولا موضوعي؟ موضوعك أنت اللي يخصك أنت، شكل مواضيعك واجد أنت. لا، ما عندي إلا موضوع واحد. وش؟ والله أنا بصدق معك يا أبو سلطان. يلا. بس إن الموضوع إنه قد دمدم. يلا. وتقفل. تشوفون فيه فائدة إني أقولها على الهواء أبشر. نعم. أشوف فيه فائدة في موضوع خروجك بدون إذن. لساعات معينة، فقول لي وش اللي حصل؟ وليش طلعت؟ طيب صل على النبي. اللهم صل على وسلم. وش أنا ما طلعت بدون إذن يا أبو سلطان؟ من اللي أذن لك؟ أبو صالح. مالك القناة. هو اللي أذن لك؟ نعم. شلون تواصلت مع أبو صالح أنت؟ صارت مشكلة في المنتجع. إي. وكان ضروري إني أطلع. إي. لأني كنت حليم بما يكفي. إي. فالإنسان خصيم نفسه، إذا شاف إنه الحلم هذا ممكن ما يستمر خلال الساعات القادمة ممكن يصير شيء. أيه. خصوصا لما يكون الإنسان تحمل أكثر مما أي مسألة شخصية. أنت يعني فاهم. خلاف شخصي بينك وبين أحد المتسابقين؟ ها؟ بيني وبين واحد من أخواني. طيب وش خلاك تطلع؟ أنا الحين سؤالي عن خلافات هذه تصير، بس أنت ليش تطلع أنت؟ أبعلمك ليش أطلع. لأن وقت الخلاف الشخص اللي كان بيننا قبل ما يحاول يقرب وجهة النظر قال أبي وجهك. قلت بوجهي. لو يجيني كلمة واحدة أنا أقوم ولا أرد عليه بكلمة. صار أكثر من الكلام. أنت ليش طلعت؟ أنا وأنا يوم طلعت أعلمكم سلطان، يوم طلعت التفت رفيقي اللي قلت يا فلان هذا وجهي أعطيتك إياه وتراني مستاجع من المقام ذا ماني بقليل شر. طلعت بغضبي تقدير المكان والقناة. يعني ما عندنا كنترول إذا في أحد دخل معنا في مشادة كلامية؟ لا، هي كانت يا أبو سلطان الله يطول عمرك على نهاية اليوم، على نهاية البث تقريبا انتهى البث. عبد العزيز إحنا إذا صار في مشكلة نقول بنطلع الحين. صار بيني بينك مشكلة وأنا متسابق معك أقول خاصة تحل الباب بطلع؟ لا، هذا منطق ذا ما بكذا. شلون إذا سمعت مني بتقول أقديت ولا أخطيت؟ المهم طلعت أنا للإعداد للكنترول. قلت لهم والله يا الربع هم عرفوا السالفة أصلاً جو. قلت يا الربع أنا أبو ظهير ما هو بطاق المجلس ولا هو قاسم المنتجع قسمين. دخلت رجل أمام البث، تحت البث الصغير أخوي والكبير أحترمه، والجميع يشهد أن أبو ظهير كان لا مال الغصن حاول يرده. وطبيعة البرامج الواقعية ممكن يكون فيه أحياناً تفضل شخص على شخص او زي ما يسمونه تعذيبات، وهذه احنا اللي نحاربها انا والكبار في المنتجع. قلت لا يؤخذ البرنامج عن طريق ابو ظهير انها اول من طق الصف بامكانه يجلس في المنتجع وتشوفه في وجه الرجيل ناس يرضون ذا وناس يرضون ذا. لكن احنا حسن التطامر. رحت الكنترول قلت لهم السالفه كيت 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 والمساله ما عدوا بالخطا على ابو ظهير، الخطا ابعد. فلذلك انا ودي اظهر لان فيني شر، ما ابغى اقابل رفيقي ذا. هذه كلام نجم يقول انا في انا اقول لك ابو سلطان ما في كنترول يا احنا ناخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم طال عمرك ان حثنا وقت الغضب. وقت الغضب روح لغرفه نومك هناك وريح وقول انا ما اقدر اطلع. طبعا انا بقول لك شيء، انا طلعت وما بعدت هنا قريب من المنتجع وكان ابو صالح يقول خذ لك فندق على حساب القناه وريح. الساعه 5:30 انا ما نمت وطالع بدون جوال بدون. تاكدوا لي يا شباب من جزئيه ابو صالح، تأكدوا من جزئية أبو صالح والإذن والسالفة الفندق عن طريق جوال الكنترول المصري أبو عبد الله. يدل لك أن المسألة تعدت حدود أبو ظهير أني طلعت الساعة إلى الساعة 5:30 عصر وأنا ما نمت. كم جلست برا؟
كم ساعة جلست برا؟ رجعت تقريبا الساعة 9:30 أو 10 ما أدري بالضبط. يعني كم ساعة تقريبا الإجمالي؟ نمت وقمت على طول. أنت راح تنام وترجع يعني؟ إيه. ليش ما نمت هنا؟ لأني نمت هناك وخليت المصيبة وراي وجيت. ويوم جيت أنا لحبيت على خشم رفيقي. لما استقبلني فهد معيان وسعود العتيبي ودارين الخطأ علي أو على رفيقي قلت يا الربع صار اللي صار وجيب الرجال. بس التوضيح يا أبو سلطان ترى ما طلعت لا بجوال ممكن هالي من هالمنبر هم يدرون إني توصلت. شلون تواصلت مع أبو صالح؟ عن طريق أحد الأشخاص الكنترول. من هو؟ أنا اللي حنزلت عليه. أنا بقول كلمة مهمة لما تقول تعديت الشباب اللي كانوا في الكنترول قلت لهم يا الربع أنا فيني شر. أنا والله ما عبد العزيز هذا المنطق غير أنا صريح يا أبو سلطان أنت رجال تحب الصراحة. الناس كلها فيها شر وفيها خير. مسألة إني كل ما صرت مع خلاف مع عبد العزيز بقول أنا فيني شر وطلعوا لي هذا منطق ده يا عبد العزيز. لو فصحت بكل الأوراق اللي ما ودي أتكلم بها أنا أسأل بيض الله وجهك على النجم بيجيه استفزاز بيجيه واحد يتكلم عليه بيجيه واحد يتجاوز عليه مو باستفزاز زين تقول ترى فيني شر افتحوا الباب مو باستفزاز يا أبو سلطان هذا عذر مو أبو سلطان مو باستفزاز وش هو؟ شيء ما يصبر عليه الحق اكتب لي وجهك ما يطلع على القناة؟ ما يطلع، لا تطلعون يا شباب كتابته. لا تطلعون كتابته. ترى يتحمل المسؤولية من يطلع الكتابة. من هذا المنبر خلاص أبو سلطان أتمنى البث ما يكون موجود أنا أعتذر لك وأعتذر لكل شخص بس للمعلومية ترى في خروجي والديني هم والديني ما يدرون طيب أبو هذا عبد الله بن محمد وثامر بن مدد